سالي مبارك، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا كلكم بألف خير. اليوم موضوعنا غادي يكون خاص لعشاق الرسم، وخصيصا هادشي ديال الفاشن ديزاين اللي انا اصلا كنحماق عليه. فاليوم قررت انني نشارك معكم واحد التصميم بغيت نرسمه واللي كنتمنى ينال اعجابكم. تابعوا الفيديو حتى الاخر. كنبداو اول حاجه بالمانكا، عادة كنرسمو التصميم ديالنا فالمانكا، كنبداو بالراس، العنق، اليدين كنكونو اون باغالي، يعني كترسمي الايد الاولى هاد الايد الثانيه صافي، وكديري الجزء العلوي. عادة كنبداو نهبطو الجزء السفلي. صافي دابا غادي نهبطو باش نرسمو الرجلين. كيف كتلاحظوا انا القلم ما كنوركش عليه في هاد المرحله، لان كنقدروا نخطئو ونمسحو بالقومه ما كيبانش. حتى كنسالي المانكان ديالي كامل عاد كنعاود عليه بالقلم بطريقه اوضح. ساليت الماكان ديالي، لاحظتوا بانني رسمت من الفوق عاودت القلم، ولكن ما عودش على الجزء السفلي، لان انا غنقدر ندير فستان طويل ما محتاجاش رجلي. لو انني كنت غندير شي فستان ولا سروال اللي غادي يبين الرجلين، ديك الساعه حتى هما غادي نعود عليهم. دابا غادي نبدا نرسم الفستان ديالي من بعد ما تخيلته. واخا صراحه انا باقي ما بانش ليا الشكل النهائي ديالو، يعني انا غير كنرسم وكل مره كتجيني فكره. غادي ندير وريضات في العنق، ومن بعد غادي نكمل الفستان عادي. مهم كنبقى كل مره اللي فكره اللي طاحت عليا كنطبقها. انا بغيت ندير فستان اللي يكون كلوش من التحت. مني كنساليت الرسم ديال الفستان عاودت عليه بستيلو كحل باش يبان لينا اكثر الديزاين وتبان لينا المانكان. دابا الرسمه ديالنا كيف كتشوفوا ولات واضحه وباينه. غندوز دابا للمرحله ديال انني نزوق هذا الفستان. كيف كتشوفوا غندير وريدات. من بعد ما ساليت الوريدات الفوق درت خطوطه، والجزء التحتاني درت فيه وريدات سامبل. دابا غادي ندوزو لمرحله التلوين. انا اختاريت 5 د لي كولور، طبعا هذاك ديال البشره معروف، والاخرين غادي نحاول زعما نزوق بهم الكتيوه ديالي. فغادي نبداو دابا اول حاجه في التلوين، نبداو بلابو، يعني نبداو بالبشره ديال المانكا، الراس واليدين، وعاده غادي نبداو نلونو في الكسوه. علاش كتسبقي اللون ديال البشره باش كيبدا يبان لك الفستان اوضح واحسن. غادي ندير النواغ لتحت ونتلاقاو من بعد ما نسالي التلوين ديالو كامل.
المهم غنستمروا هكا، يعني رسمنا الجزء الثاني ديال الكسوه، غادي نطلعوا للفوق، غادي نكملوا في التلوين ونتلاقاو من بعد ما غادي نسالي. حتى قلت ساليت شويه ويجيني واحد الفكره، قلت علاش ما نديرش، بما انني درت دوك لي فلوغ اللي في العنق، داك لو كول اللي درت علاش من درتو في الغوش، قلت علاش ما نزيدش لتحت بحال الهدب ولا غيبون من تحت الكسوه، غادي يزيد لها واحد الجماليه اكثر. سالينا الكسيوه ديالنا، غادي دابا نطلعوا للراس، نديروا الشعر. انا هنا عجبني ندير الشعر طويل، اصلا انا من عشاق الشعر طويل، داكشي علاش كنديرو ديما في الاغلبيه ديال الرسمات ديالي. صافي غادي نقادو ومن بعد ندوز للوجه. ملي رسمنا الشعر دابا غادي ندوزو للملامح. انا دابا لحد الان ما كنلونش، حتى كنرسم الشعر ورسم الملامح عاد غندوز لمرحله التلوين. واحد الفكره زوينه كنديرها ببلونكو، كنحاول لون الداخل ديال العين، عاد كندير البؤبؤ باش تبان العين حقيقيه، ما يبانش الداخل ديالها اللون ديال البشره. من بعد ما سالينا الغوتوج ديال الوجه، دابا غادي ندوزو للتلوين ديال الشعر. Thank you.
كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكسيوه اللي درت. كنتمنى تنال اعجابكم. كيف كنقول لكم، كيف قلت لكم قبيله، انا راه ماشي فنانه ولا كندير هادشي الديزاين، انا راه غير كيعجبني هادشي وكنتعلم شويه بشويه. يعني راه ماشي شي فستان اللي زوين ولا واو، المهم انا غير كيعجبني هادشي وبغيت نشارك معكم. ولا كانوا كيعجبكم هاد النوع ديال لي فيديو تقدروا تكتبوها ليا في لي كومونتير باش نبقى ديما نحط لكم منهم. يعني فين ما ندير شي فستان ولا ندير شي رسمه ولا شي حاجه نشاركها معكم. بالنسبه للي مانكا لا بغيتو، راه قلتها لكم قبيله في الفيديو، المهم غادي نعاود نقولها لكم دابا. يعني الا كنتو بغيتوني نوريكم كيفاش كنرسم انا لي مانكا بالطريقه ديالي ولي زاستوس، كتبوا لي. الا لقيت اكثر من 5 ديال لي كومونتير بغاو هاد النوع فغادي نحط لكم ان شاء الله لا فيديو. الى اللقاء، وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم.